جايتنا من طرطوس الضيفة، ولكن رح نحكي معه ونتعمق أكثر بعلم. شو هو هالعلم؟ علم الأرقام والأحرف هو علم كتير حلو. اليوم حنستمتع أكيد بالفقرة كلياتنا مع بعض، حنتعرف أكثر عن هذا العلم، وهل هو نعرف إذا هو هذا العلم هو حقيقي وشو هي رموزه، وهل من الممكن أن يكون الاسم مجموعة من الأرقام وله دلائل على حياة الإنسان. حنتعرف على كل هالتفاصيل أكيد مع أخصائية علم الأحرف والأرقام هبة مبارك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. وأهلا وسهلا فيكي، والحمد لله على سلامتك. أكيد الله يسلمكم يا رب صبايا، ويسعد صباحكم بكل الخير، وإن شاء الله دائما أيامكم مشرقة وحلوة مثل جمال الشام. ما في احلى من الشام ابدا، يعني هي اهلا وسهلا فيكي من نور سوريا. خلي لي اياكي حبيبي يا هبه. بالبدايه يا هبه، قبل ما نتعمق بهذا العلم، صار في كثير اشخاص بيقولوا لك شو اسمك، شو مواليدك، خليني احسب لك. اسمك مو ضابط مع اسم امك، ولكن يمكن هن متطفلين على المهنه. خلينا نحكي ونعرف المشاهدين انه في علم بحد ذاته، وهبه 7 سنين درست بهذا المجال. خلينا نحكي ونتعرف ونفرق بين العلم والمتطفلين، يمكن العاملين كورسات او بيضحكوا يمكن على العالم بهذا المجال، وخاصه هلا بهذا الوقت. يعني هلا نحن شايفين قديش الناس تعبانين. تماما يعني الناس كثير تعبانه، بدها كلمه صغيره بس لحتى تتعلق مثل الغريق عم يتعلق بشيء. يعني صارت شغله المال وشغلي، انه انا حتى مع الاسف يعني هلا انا بطلع بعمل بث مباشر عاده على صفحتي، وبيجيب تقريبا 500,000 متابعه. فالناس عم تتابع احيانا كلام انا بقوله، وبيروحوا بيحكوا بانه هو لإلين، فبيحكوا فيه مع الاخر. ناس ممكن تقرا فنجان فتحكي من خلال الفنجان كلام انا قايلته مثلا عبر البث المباشر. فوصلني هذا الكلام من اشخاص كثير. طبعا بالنهايه العلم معروف انه مين بلش فيه، مين عم يحكي فيه، مين عم بيقوله. كل انسان بحياته في شيء ركيزه باسمه، ركيزه اللي هو اسمه مثلا. يعني هلا بيقولوا لي انه اكيد علم الاحرف هو علم صادق، هو علم موجود. طيب اسمك مانه موجود؟ طبعا اسمك هو اكبر حقيقه بحياتك. صح. اسمك مرافقك طبعا، من ساعه بتخلقي لاخر يوم، لاخر دقيقه بحياتك اسمك مرافقك. اذا اسمك هو حقيقه كبرى بحياتك. كل حدا فينا اسمه بده اثر عليه بفترات طويله من حياته. وعلى فكره الاسم يقسم الى عشريات. يعني مثلا اسمك سمر، ما تمام. السين بدايه اسمك هي سيادي، هي بتعيشيها في مقتبل العمر، من عمر السنة لعمر 20 سنة أو لعمر 25 سنة. بيجي بعد منا حرف الميم، شوفي كيف بنقسمه لعشريات، من 25 مثلا للـ40. حرف الميم ممكن يكون مال، ممكن يكون قصة مسكرة بحياتك بتعمل غصة. ثم فيما بعد يأتي حرف الراء يلي بتعيشي بقى بنهاية ما بعد الـ40 سنة، وشو الله كاتب لك عمره، هو رزق. يعني كأنه سمر في عندها رزق وفير بحياتها فيما بعد. بس بنفس الوقت سمر أنا بكتشف عنها شغلة من خلال اسمها، السين والراء باسمها. اسم يبدأ بالسين ينتهي بالراء، وهو سر. يعني سمر في بحياتها سر، أو هي حدا كتومي على أسرارها، أو هي حدا ممكن تحمل سر غيرها وبتتعب من خلاله. بيكون دائما في عندها أسرار، ولازم تكون كتومي لحتى تنجح. فشوفي نحن كيف حياتنا كلها بتتقسم من خلال حروف اسمنا. قولا واحدا اسماءنا مهمه جدا بحياتنا. اكيد الاسماء كثير مهمه. صحيح، ولكن هبه يمكن كثير من الناس بيقولوا طيب انا بدي اسمي ابني اول حرف من اسمه الالف، لانه هو الالف قوة. صح. بدي اسمي ابني كذا، بدي اسمي ابني صح. كذا. صاروا العالم يروحوا يبحثوا انه هل هالاسم هو عن جد رح يجي مع المولود، يقويله من حياته، يقويله من شخصيته، رح يرافقه بهذا المجال. صحيح، خلينا نحكي عن هي النقطة وشو هي أقوى الأحرف. بدي أقول لك سر هلأ. قليلي. بدي أقول لك سر. بتعرفي أنه طاقة الاسم بالعيلة تورث؟ يعني تمام. إذا أنا عمتي اسمها مثلا على سبيل المثال جمانة، وعمتي جمانة عاشت حياة كتير قوية، وإجوا أهلي سموني أنا جمانة، بعيش نفس الحياة لعاشت عمتي يلي أنا تسميت على اسمها. وإذا عمتي جمانة عاشت تعب كتير كبير وتوفت مثلا عمر صغير، مثلا صار معها حادث سيارة وتوفت، وإجوا أهلي مثلا عم حبتن لإلها سموني بنفس الاسم، بصير معي نفس المصير. هذا موضوع خطير جدا. هذا كثير مهم، لانه بكثير عائله بتوارثوا الاسامي. طبعا 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 اسم الاب اسم الام شيء ضروري. بس رح اقول لك رح اكد لك شغلي. تمام. رح اكد لك شغلي انا هلا. طاقة اسم مريم، ستنا مريم عليها السلام، ستنا مريم هي ستنا مريم العذراء، لم تتزوج، لم يمسسها رجل. لاحظي هلا اي وحده اسمها مريم، شوفي يا اما بيكون في عندها انفصال عن زوج،
يا حياة زوجية صعبة نوعا ما بتلاقيها حياتها شوي صعبة مع الزوج، يا بتلاقي في عندها قصة بحياتها بشكل عام بتطول لتتزوج، فراق زوج بحياتها مع أهل زوجها، بيبقى في عندها ثغرة بهذا الموضوع. الحل الوحيد باسم مريم قراءة القرآن الكريم بشكل مواظب، بدها تواظب عليه. مريم اسم من أجمل الأسماء وأقوى الأسماء، بس كتير بتحتاج قراءة قرآن كريم. مو حي الله إنسان في يحمل هيبة هالاسم، صح؟ صح، هو اسم كبير عظيم تماما، صح. بده إنسان يكون بيقدر يحمله، حدا مؤمن، مو كيف ما كان حدا بيكون كتير حياته عايشة على طول وعلى الأرض ونسمي مريم، هذا كلام ما له منطقي، ما له صح. بدي أسألك سؤال، مثلا حدا قال لي بعلم الأسماء أنه اسمي أنا مثلا سمر، بما أنه كنا عم نحكي عليه، سمر هو يعتبر سم ومر، ليش إنن هيك فصلوها وأنت فصلتيها بشكل بطاقة إيجابية؟ وكمان مثلا الاشخاص اللي مثلي اللي عندهم اسمين، يعني انا سمر وعندي اسم ثاني قمر، يعني كيف يعني كيف حياته، كيف تاثير الارقام حبيبتي؟ هلا انت بغض النظر عن الاسم انت قمر عن جد حبيبتي. هلا بالنسبه للفصلولك اسمك للسم والمر، هيدي انا طلعت قلتها على البث المباشر، انا كثير حكياني عن اسم سمر من خلال البث المباشر، فعلا نحن فينا نفصل الاسماء لكي حكما اي اسم بحياتنا بيحمل طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه. تمام. صح في سم وفي مر، بس في سر كتير كبير، في رزق أو كتير، في سين السيادي، بس تبقى هناك غصة، يا غصة بتتعلق بحياة شخصية يا وعكي صحية. قولا واحدا، أنا اسمي هبة على سبيل المثال، هبة الهاء باسمي وباسم أي شخص إن كان، الهاء هي هم يليها هيبي، بدي عيش اثنين، بدي عيش الإيجابي والسلبي، هو هم كبير، وانا فعلا عشت وعكات صحيه كثير كبيره بحياتي، تخطيتها يمكن هلا وصلت اقدر اتخطاها لعيش طاقه الهاء والباء مع بعضها مجموعه، اللي هي نوع من انواع الهيبه او الوصول او الدراسه، العلم، المثابره على العمل، كل حدا بحياتنا في عنده هيدي القصه، بس في سؤال كثير بتكرر قدامي، يعني موضوع الاحرف المكرره باسم واحد. تمام، ليا، لا ليا مو مكرره، لا ليا لا مو ليا من الاسماء ليال. انا كثير ليال مثلا، هلا ليا افضل من ليال. تمام، ليا افضل من ليا، اقوى الاسماء الثلاثيه مرعبه بالقوه. انت اسمك سمر، تمام، والسين والميم صعبه، بس الشال بيشيلك انه اسم ثلاثي، اي اسم ثلاثي على حد سواء كثير بيكون قوي. يتربع على قائمه الابراج الاسماء الاكثر حظوظا اسم كرم، بتلاقي اي شاب او اي صبي صغير اسمه كرم، بتلاقي حدا بدخل الكرم على البيت، مثلا بتلاقي الاب والام شو بدهم يسموا، بيقولوا يلا بنسمي كرم، بتلاقي وقت بيسموا كرم كل رزق الدنيا فات على البيت. هذا الاسم له معنى كثير كبير بحياتنا. خلص انا صرت ام كرم هلا. هيبا خلينا نحكي عن الاقوى الاحرف اللي لازم تكون موجوده ببدايه الاسماء، خلينا نحكي عن هذا العلم، نحن كيف بنعرف انه يعني كل واحد بفسره على ذوقه، ولكن في علم، هذا العلم هو مثبت على دراسات، ممكن على تجارب سابقة، خلينا نحكي ونغوص شوي ونعرف المشاهدين عن علم الأحرف. هلا أول حرف إذا كان الألف فهو بيعطي إمداد لكل فترات حياتك، بس هلا في سر خطير كتير، هلا ممكن يكون الألف بس مكسورة الهمزة، هلا هذا موضوع كتير مهم، ما بيصير أول حرف باسمنا تكون مكسورة، بيتعب صاحب الاسم جدا. ليش أقول أنا ليا؟ مستحيل عيط لك ليا لو قد ما عرفتك بحياتي، ولا ممكن اقول لك ليا لاني بعرف تاثيره السلبي. اول حرف اذا كان مكسور بيكسر حروف الاسم كله، وبالتالي بيكسر حياتك بالكامل بكل مراحلها، المراهقه، الطفوله، الشباب، التكبير. انا اهلي بيكسروا لي اياه بال لا 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 ابدا، الكسر ما هو منيح اطلاقا، لانه هذا دلالته وعكات صحيه او تعب. ليا بفتح اللام، حتى بتول لكي من اجمل الاسماء على الاطلاق اسم بتول، ولكن بفتح الباء. في ناس بتقولوا لا، بيقولوا لها بتول، راحت هيبه الاسم بالكامل، الباء انكسر راحت هيبه الاسم كامله. اذا فتح حرف الباء بيكون بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، فبيعطي مجد لبقيه الاحرف ليوصل. تكرار الحروف باسمائنا مثل اسم محمد، تمام، على سبيل المثال، مثل اسم انانا، كنان، هيدي الاحرف المكرره باسمائنا، هي دلالتها كثير خطيره بحياتنا. هيدي اذا بدل على شيء بالحياه، بدل على تكرار اشخاص بحياته، مثلا ممكن كنان تمرق بحياته امراتان، تمام، عرفت عليني كيف؟ او مثلا سفرتين، يسافر مرتين، في اشياء عم تتكرر، اول مره حكما القصه بتفوت بحياته اول مره فاشله، المره الثانيه بحلق فيها بينجح، تمام؟ هي الاحرف المكرره كثير لها دلاله مهمه بحياتنا. الميم اذا كان مكرر، الميم من المال، من المرأة، بتلاقي أي حدا عنده حرف الميم مرتين، يعني في امرأتين بحياته أو قصتين للمال بحياته، قولا واحدا.
حتى بتلاقيه في عنده خير بيعطي من الماء من الروي، يعني بتلاقي عنده خير بيقدمه للآخرين. بس معظم الأشخاص اللي بيكون عندهم أحرف مكررة بيقدموا ما بيرجع لهم. تمام. يعني بيعطوا للآخرين بس ما بيرجع لهم هيدا الشيء، فبيعيشوا تعب بحياتي. بدي أسألك سؤال كتير مهم، أنه نحن مثلا عندي بالعائلة 3 سمرات، يعني أنا آخر سمر فيهم. أيوة. سمر 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 بكل، ونحن 3 صار معنا نفس القصة، يعني لأنه طاقة الاسم تورث، رجعنا لها 3 سمر ونفس القصة صارت معنا نحن الـ3. تماماً. بس بنفس الوقت بتلاقي أسماء يعني بيشبهوا بعض كمان، نفس الاسم بيكونوا، بس كل واحد مصيره بيكون مختلف عن الثاني. عرفتي؟ هيدا الشيء. واحد محظوظ، واحد لا، واحد مبسوط. تماماً. واحد لا، شو السبب؟ شوفي، سبب الشغلتين اسم الأم. تمام. اسم الأم بيلعب دور كتير 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 كبير، وأكبر مؤثر بحياتنا اسم أمهاتنا. رأعطيكي قصة صغيرة، أي اسم أم بالعالم بيكون بينتهي بالهاء، يعني حرف مسكر او تاء مربوطه، بيأثر على اولاده سلبا. مو بايدها، في امه بتحب ماما. هذا شو ماجده. عفوا، تحيه لماما. شوفي اكيد تحيه لها. الاسماء المنتهيه طبعا، بدي احكي سبب، بدي اقول سبب الاسماء. أوكي. الامهات المنتهي بالهاء او التاء المربوطه، شو اسمها؟ هي اسمها تاء مربوطه مسكره. تمام. سكرت حياتها وحياه احد ابنائها قولا واحدا. ليش انا بقول اسم حيدره وقت تسموه خلوه الف طويله، ما تخلوه بالهاء، حرام. الالف امداد، الف الالوف. طب انت هبة بالالف الطويله بتنبهي العالم انه هلا انا قناتي على اليوتيوب فيها 300,000 متابع، صفحتي على الفيس فيها 2,000,000 متابع، كله هبه بالالف الطويله. ما حدا بيعرفني هبه بالهاء ابدا ابدا، كله بالالف الطويله. كثير بخاف من حرف الهاء لانه دلالته صعبه على حياتنا. هي شغلي. الشغله الثانيه، نحن كاشخاص، في ناس بتلاقي طاقتها ايجابيه كثير، في ناس مو بايدها هي طاقتها سلبيه. تماما. هذا اللي بيميز شخص عن شخص ولو كانوا نفس الاسم. بتلاقي حدا بيحب الحياه، بيحب يعيش، بيحب المغامره، وانسان اخر يعني اي نكسه صغيره، اي قصه صغيره بترميه بالارض. هذا كثير كثير مهم. هلا ممكن يكون انت اسمك سمر ووحده ثانيه اسمها سمر، بس انت حدا متفائل، حدا بيحب الحياه، بيحب يروح، بيحب يجي. هي حدا اذا حدا بيقول لها انه كلمه صغيره خلص خرب يومها كله، حدا حساس كثير. هذا الشيء بقى بيعود لطاقه الانسان. تمام. وبرجع وباكد طاقه اسم الام مهمه لابعد درجات الحدود. امي بدها تاثر عليني، مو بايدها طاقه اسمها بدها تاثر لانه موجوده بالبيت، بمحيط العائله بدها تاثر عليني. نعم. هبه خلينا نحكي بنقطه، كثير من الاشخاص يمكن بيتضايقوا من اسمهم او ما حابين اسمهم، فبيحاولوا يغيروه او بيحاولوا ينعدوا لهم بالمجتمع باسم ثاني، فصار عندهم اسمين. هذا الشيء يمكن قد ايه بيأثر بالسلب على حياه الاشخاص؟ شوفي حبيبي، هلا هو بيأثر سلبا اذا انت انتقلتي من اسم صعب لاسم اصعب. اوكي. بس اذا عالجت الموضوع، هلا مثلا انا سمر، هلا بعد الحلقه بدي اغير لاسمها، انا مصره هلا بعد الحلقه بدي اقعد معه وغير لاسمها. عندي اسم ثاني قمر كمان ما بيمشي حاله. هلا قمر بتتعرض لنصبة مال. تمام. اي اسم في العالم كله فيه همزه على نبره او همزه على واو او همزه على الف او يلفظ همزه، هو نصبة مال. نصبة مال او استغلال شخص قولا واحدا، هيدي هي دلاله الهمزه بحياتنا. صعب كثير، فنحن بنحتاج فعلا مثل اسم على سبيل المثال رؤى، مثل اسم وائل، هيدي اسماء بتتعرض لنصبات مصاري، ما في مجال، الهمزه دليل هذا الموضوع. بتلاقي في اشخاص، وفي موضوع هذا كثير انا بدي اشكرك على هذا السؤال، لانه كثير ناس بتعالج الخطا بخطا اكبر منه. صح. ياما بلاقي ناس انه اسماء بتكون هلا ممكن انا اقول لها لسمر، سمر شو رايك غير لك اسمك على عزه؟ انا شو بكون عملت؟ انا بكون شلتها من تعب. حتى سياب تعب تاء مربوطة. تمام. طبعا تعب أكثر بكتير ولأولادها كمان. تماما. وبكون أثرت بين اسم والدتها واسمها تأثير سلبي بالمطلق. وحتى بدي أقول شغلة كتير مهمة، حرف الزين بأسمائنا، مثل اسم زينة، مثل اسم زين، 70% من الأسماء اللي بتحوي حرف الزين تحمل زواج فاشل أو زواج لا يكتمل أو علاقة قبل الزواج بتكون واصلة تقريبا على الخطوبة وفجأة تنتهي. هيدا هو حرف الزين بأسمائنا، بده فترة صاحب الاسم ليرجع يوقف عجرياته. فكتير بيهمني أنا توضع الأحرف مع بعضها. تمام. عرفتي؟ طيب صادفتي شي مرة مولود جديد استشاروك باسمه، وكيف أنت بتحسبي أو شو بتعملي؟ خلينا نعرف نتعلم، مو نتعلم يعني، بس هيك نتنور شوي. 7 سنين وفشل ممكن يفشل يا هبة؟ هلأ طبعاً
كله بإيد رب العالمين. طيب. طبعا يعني هذا الحكي اللي انا حابه اسمعه اليوم، انه يعني نحن ما فينا نقول بالجزم اكيد لا اكيد لا. بس في طاقه اسماء، انا بس تكونت عندي معلومات انا بعمل اللي علي. تمام، وانت كأم بتعملي اللي عليك وبتاخذي، بس طبعا اكيد الاعمار بيد الله. يعني مثلا انا ما فيني اعطيكي اسم بتقولي لي مثلا احد الصبايا دخيلك يا هبه قولي لي اسم يطول عمره لابني، هذا موضوع بايد رب العالمين. انا ما فيني اعمل هيك، هذا موضوع خارج عن ارادتي تماما. كنت ببدايه الحديث نحن واصلين لوقت من الضغوطات النفسيه الصعبه، فنحن كثير بحاجه لحتى موضوع كموضوع كورونا اثر علينا كلنا صحيا، لكل تفكيرنا بقى كيف نكون اقوياء صحيا، كيف بده يكون بايدنا مصاري. هلا بشكل عام الصحه بتجي من حرف الصاد، تمام، هلا الرزق من حرف الراء، عرفتي؟ يعني دائما من الاحرف الرزق، المال، القصص، حسب الحرف. تماماً. خلينا نحكي بالختام هبه عن مفاجاه 2021. شو هي؟ خلينا نحكي هلا عليها. انا خبرت عن الشباب والصبايا بالبوست، بدي اقول عن قصه ماني قايلتها قبل، خلص خصيتها اليوم للاخباريه السوريه. بدي اقول عن احرف هلا عم تتجهز، اذا كانت موجوده باسماء معينه رح تحلق ب 2022. مولود جديد، حتى لو ما انا مولود جديد ابدا. أوكي. يعني حتى مثلا انت اذا عندك احد هدول الاحرف، حكما في عندك نقطه تغيير بحياتك ب 2022 وللاعلى. يعني تغيير ايجابي بالمطلق للاعلى. ليش اخترتي 22؟ ليش ما قلتي على 21؟ هلا انا قايله كثير، انا خصيته مفاجاه لكم، ما بعرف. انا كثير قايله عن 2021 واحرف بكثير حلقات يعني، فحبيت اني اعمل هيك سربرايز لانه شيء لقدام يكون شيء حلو. حرف التاء، حرف الميم، الدال، الذال، الغين، والقاف، هدول بالمرتبة الأولى بيحملوا رقم 4. يعني في عندهم شيء مهم جدا ب 2022 نسبة ل 22. تمام، شفتي كيف بنقسم نحن؟ هدول رقمين 4 و 22 مجموعة 4. إذا بدي أجمع 2022 بالكامل بيطلع عندي رقم 6، صح؟ 2 و2 و2 6، اللام والواو. اللي عنده اللام مبروك يا ليا، ميرسي. ما في شيء حلو كثير حكما. وعلى فكرة عروس 2021 أنا بتوقع هيك لأنه هلأ كمان عم تقلي أنه هي تحت الهواء أنه برج عقرب، وهلأ مواليد برج العقرب فايتين على حظوظ هائلة الفترة القادمة، هائلة. العقرب، الحوت، والسرطان أكثر ثلاث أبراج ب 2022 مالكين الدنيا بيكونوا. مشان ما نفوت الفرصة على الآخرين، بالمرتبة بعد اللام والواو في عنا الباء والنون، اللي عنده هدول الأحرف ب 2022 حكما في شيء عم ياخذن لبر الأمان. يعني في شيء ما بعرف إذا ترقية ولا منصب ولا باقي الأحرف شغل. شو مصيره؟ هلا من جد واجتهاد، هلا هدول حظ، عرفتي؟ شوية تعب بيوصلوا. خلينا نفسر للمشاهدين، هدول الأحرف ذكرت هبة أنه هن مجموع أرقام، ورقم السنة 2022 هو ستة. وهدول الأرقام هن في منهم رقم 4، في منهم رقم 6، وفي منهم رقم 2. فالرقم المجوز ممكن هو المسيطر، هو المسيطر ب 2022، لكن سنة 2021 هو الرقم 5. رقم 5، رقم 5 مجموع أرقام 2002 زائد 2 زائد 1 يساوي 5. أي حدا حتى عنده بأرقامه بتاريخ ميلاده رقم 5، في عنده سنة مصيرية لهيدي العام. تمام. في سنة مصيرية بتكون لإله، تغيير كامل بحاله، ما بيبقى على حاله، مستحيل. حتى إذا كان بجمع أرقام، مثلا إذا خلقاني أنت 3-2 مجموعة بيعطي 5، صح؟ ما في 5 بس المجموعة بيعطي 5، حكما بيكون في عندك سنة مصيرية قولا واحدا. فهيك هيك يعني بيصير الجمع. على فكره يا ليا، في ناس بيسالوني اعطيني رقم حظي هيدي السنه. شوفي بيقولوا لي بدي اعرف رقم حظي، مثلا بدي اعمل شيء، انا بدي اضمن على شيء معين، قل لي رقم حظي. انا بجمع ارقامه، باخذ ارقامه، بجمع هيدي الارقام وبعطيه على اساسها. مثلا اذا خلقان انت 12/7، انا 1 يساوي 3، 3 و7 10، 0 زائد 1 يساوي 1، بضل ضعف لحتى يصير عندي رقم 1. بس نحن بنتكلم بشكل عام كاشخاص من غير ما نحسب هالقصص، في عنا ايام هيك بنتفائل فيها اسماء، ارقام، قصص، يعني ما بنتفائل فيها، ايام ما بنحبها، ايام مثل برجك بتصير حسب البرج هي تماماً بتكون. تماما، هي بالنسبه لبرجك. كثير معلوماتك حلوه وكثير استمتعنا اليوم بالفقره معك. ختامها مسك